السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ نعم، يفسرها ما قبلها: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعل، يعني لا يتركون الاستغفار، لا يتركون الاستغفار ويبقون على ذنوبهم، بل كلما أذنبوا ذكروا الله واستغفروا. نعم.